فلو في بي اس دي عامله كده هو ده انهي كده انهي فيو؟ شبه هنا الفور تشامبر صح؟ لو في بي اس دي هنا هي دي واصله لاي سمول؟ هي مش واصله للتريكاسيد ولا للميترال ولا الاورطه ولا الكمونري ولا اي حاجه صح؟ فهي حواليها مصر فوقها ومصر تحتها ومصر على جنبها يبقى اسمها ماسكلر بي اس دي. لو دي بالذات كده هنقول عليها ميد ماسكلر بي اس دي مثلا اوكي؟ يبقى الماسكلر بي اس دي هي بي اس دي موجوده في السيبتم وحواليها مصر دايره الداير ومش واصله لاي سمول صح؟ هو لو احنا فاكرين المنظر ده اللي عاملين وعي من الصبح لو في بي اس دي هنا هنا هي دي وصلت تكسر؟ لا هي دي وصلت الكمامير؟ لو انا واقف في الار في وببص على البي اس دي ديت هلاقي هنا مصر هنا مصر هنا مصر هنا مصر هنا مصر هنا مصر كلها مصر صح؟ ونقول عليها ماسكلر هي ايه علاقتها بالاورتك فالف؟ اميديتلي تحته صح؟ انما ستيل هقول عليها مصر تمام علشان احنا بنسمي البي اس دي من وجهه نظر رايت فالف كويس؟ في الايكو هتبقى عامله ازاي؟ هي هتبقى هنا صح؟ كده يعني هي مش واصله للتكاسل ومش واصله للفارمري بصوا عيد اللي تحت الاوت فالف انما هي ستيل بنقول عليها ماسكلر عشان ابص من وجهه نظر رايت فالف فاهمين حاجه؟ وعشان اعرف الفي اس دي هلاقي في ديفكت هنا وفي تيشو تحتها يفصلها بينها وبين التراكاسكت وتيشو تاني فوقها يفصلها بينها وبين الفوضى وبنقول عليها نوعها ايه؟ ماسكلر مكانها اوتلت ونقول عليها اوتلت ماسكلر كويس؟ دي مجازا اللي قلنا عليها سب اورتك يعني ولا مش هرد عليك كمان شويه خليك فاكر خلاص خليك معلق يافطه بتقول عليها سب اورتك وهنتكلم فيها كمان شويه هي تكنيكالي تحت الاورطه صح؟ هو في نوع اسمه سب اورطه؟ انا قلت اربع انواع قلنا سب هو دي تحت البلمونري؟ بس انت قلت سب اورطه وفي حاجه اسمها سب اورطه مش كده؟ بس لما انا قلت اربع انواع ما قلتش منهم سب اورطه صح؟ قلنا سب اورطه هقول كمان شويه خلاص خليك معلق يافطه بتقول عليها سب اورطه الفيو ده اسمه نعم الفيو ده اسمه باراسيرمال شورت اكسس احنا يبقى عاملين كده احنا قاطعين القلب في الكبده فبرسيرنال وبنقطع في الكبده اوكي ماشي فدلوقتي احنا اتكلمنا عن الماسكلر في اس دي اللي هي لو عامله كده هتبقى في النص صح؟ هو ده واحد من اماكن الماسكلر في اس دي هو الماسكلر في اس دي مش بس دي هنا ينفع تبقى هنا ينفع تبقى هنا ينفع تبقى هنا هنا اي حاجه بس لما بتيجي في الاوتلت يعني فوق الميديا الفالري مصر لازم ما ينفعش توصل للفالمونري ولا تراكاستر عشان ساعتها يبقى اسمها مختلف انما لو هي في النص نقول عليها مصر بس مكانها اوتلت نقول عليها اوتلت مصر كويس ولو عملنا كده هو ده عيان عنده ايه؟ احنا دلوقتي برضه نفس المنظر شريط الفيول بتاع الرايت فيرتيكال ده تراكاستر الفالمونري لسه فوق هنا ده فايبر ستيشن ده فايبروس انما الفالمونري نفسه بل فوق هنا ولو انا واقف هو ده ايه؟ لو قلت فالف ايميديتلي عدل عليها صح؟ انما انا دلوقتي ماليش دعوه انا بوصف الحاجات من وجهه نظر رايت فالف هلاقي هنا مصر هنا مصر 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 صح؟ ويبقى اسمه مصر هل ده وصل للتريكاستر؟ لا هل ده وصل للكارولايت؟ لا يبقى اسمه مصر مكانه فين؟ اوتلت ليه اوتلت؟ عشان فوق الميديا بتاعت مصر اللي هنا فاهمين حاجه؟ طيب لو في بي اس دي هنا هنا عاملين ايه؟ برضه شايلين الفلول بتاع الرايت فيرتيكال ده حته من الرايت اكتيال فده تريكاسبل دي الميديا كابيلاري مصر والبلمونري هناك اوكي؟ ده الديفكت الابيض ده هو كورس بتاعت المايك اوكي؟ هل البي اس دي ده وصل لاي سمام؟ والصراحه قريب قوي من التريكاسبل صح؟ انما هو هنا في مصل في حته مصل هنا مصل 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 هو قريب قوي من التراكستد بس الصراحه مش واصل للاجنس نقول عليه ايه؟ نوعه ايه؟ ماسكلر صح؟ نوعه ماسكلر مكانه انلت ليه؟ علشان ما بين التراكستد اجنس والكورد الاتكشن بتاعته فهو في الانلت بتاع الفنتيكل
ونوعين الليت ماسكر، وتحت الميديا كابيلاري ماسكر، ويبقى اسمه ايه الليت ماسكر. هو لو كان بيري ممبرنس كان هيبقى فين هنا؟ يبقى هنا صح؟ ممبرنس سته فوق هنا ما بين الانلت والاوتلت صح؟ لو كان انلت في اس دي فعليا هيبقى فين؟ كان يوصل فوق لحد السمول، انما هو مش وصل لحد السمول، فاهمين حاجه؟ ويبقى هنا اسمه انلت ماسكر، هو مكانه نوعه ماسكر مكانه انلت. وتعالوا لو بصينا من الناحيه الثانيه من الليفت فنتركل، بصوا المسل اهو صريحه من كل حته، مع ان هنا هو في الاوتلت بتاع الاورطه بتاعه ال في، انما احنا بنسميه من وجهه نظر رايت فنتركل وبنقول عليه انلت ماسكر، مع انه هنا هو في الاوتلت. بصوا الممبرن السيكتم انتكت ما حدش كلمه، فاهمين حاجه؟ يا ترى هل ترى الكوندكشن بالنسبه لل في اس دي دي هتبقى فين؟ الفي اس دي بالذات هتبقى ماشيه من الممبرن السيكتم ورايحه كده صح؟ هي ماشيه من الممبرن السيكتم ورايحه كده، هي اكشن هتمشي فوقها فوق الفي اس دي، فاهمين؟ على فكره الواحد ممكن عادي يبص في العمليه يحس ان المكان ده قريب قوي من المكان التاني بالمس، قوم يفتكر ان الكوندكشن ماشي بوستيريور انفيريور، فياخد الغرز من فوق براحته جدا وهو مطمن عشان هو عارف ان هي فاكرها بي اس دي بري ممبرنس وهي انت ماسكر. مهم نعرف نوع البي اس دي علشان ليها ابلكيشنز جامده. اوكي؟ فالعيان ده الكوندكشن بتاع المين بندل اوف ريسك هتبقى ماشيه فوق البي اس دي. تعالى اغششكم غشايه صغيره كده. الانلت ماسكلر بي اس دي هو النوع الوحيد اللي الكوندكشن تمشي فوقها. بقيه الحاجات اللي بتمشي تحتها يا مالهاش علاقه بيها. كويس؟ ويبقى ده انلت ماسكلر بي اس دي والكوندكشن تمشي فوقها. نعم؟ ممكن قله ماسكلر ماشي. دلوقتي احنا هل انت مقتنع ان دي ماسكلر؟ تعال نبص لها من الناحيه الثانيه، هل دي هل دي واصله لاي سمول؟ هل دي واصله لتراكسي؟ هو هنا كده في لوجيك ماسكلر لحد هنا صح؟ هي التراكسي قبل السن. هل دي واصله هنا؟ اه. فهي نوعها ايه؟ ماسكلر. ماسكلر صح؟ هي في انهي لا اتفقنا ان احنا لما بنقول ماسكلر بنعوز نحدد مكان علشان الناس تبقى فاهمه بنتكلم فين. هي في اي مكان في الفنتركل؟ يعني في الانلت ولا في الابكس ولا في الاوتلت؟ في الانلت ليه؟ ما بين الانلس والكورد صح؟ هي فين الميديا بتتكلم مثلا؟ هنا وهي تحتها فهي في الانلت بتاع الفنتركل صح؟ ويبقى هي انلت ماستر يبقى كوندكشن هنا فين؟ ماشي في مكانه الطبيعي الصراحه يعني هو ما حدش كلمه هو لما بيعوز لما المكان الطبيعي اللي هو ماشي فيه يبقاش موجود هيعوز يغير مكانه. هو هنا ماشي في مكانه الطبيعي اللي هو ده كوناري ساينس الايفي نود هنا الممبرا السيستم قدامه فهتمشي كده وبيبقى الكوندكشن فوق. فاهمين؟ بس بيكون تكنيك شويه انا باخد بالي في البريك اب النص انها ماشي الكوندكشن ماشي تحت فهو الغرز اللي كده كويس بعيده شويه تمام هنا دي دلوقتي فوقيها ومساعتها باخد بالي بقى ان انا لو انا عارف ان انا بعيد شويه عن الممبرا السيستم هاخد الغرز قريبه جدا جدا من الايدج من الايدج علشان هو اصعب قوي ان انا اخد الغرز من بعيد قوي جدا فالاسهل ان انا اخدها قريبه جدا من الايدج تبقى غرز بارتيشن هنا علشان مش عايز اغوط هنا وما الاقي نفسي بجيب البندل اوف ريسك قريب من الممبرا ماشي اما الماسكلر في اس دي ينفع تبقى ناحيه الانلت لو الميديا بتاعتي مصر فوقها او ينفع تبقى بوستيريور بقى او انفيريور او ايبيكال او اوتلت وساعتها بس الانلت ماسكلر كوندكشن تبقى فوقها بقيه الحاجات هتبقى بعيده عن الكوندكشن. اوكي؟ لو في فيريو ناس دي هتبقى هنا والكوندكشن بتعوز تمشي وتفهم. فاهمين؟ فده عيان عنده فيريو ناس دي ده تكسر ده الاورطه وبصوا مفيش اي مصل هنا. هنا انا عارف اشاور على حته مصل ايه؟ فدي فيريو ناس ودي مصل. وساعتها لو انا باصص من الاتريوم ده الافي نود وده البندل اوف هيس لو بيرمننس في اس دي هتبقى الكونكشن تحتها انما لو قله ماسكلر في اس دي هتبقى الكونكشن فوق. ام ده عيان عنده بيرمننس في اس دي اللي هو ده تراكستد ده الاورطا هنا كده مفيش مصل في فايبرس كونتينيتي بين التراكستد والاورتيك انما هنا في مصل تفصل الاورتيك عن التراكستد وفي مصل تفصل ال دي اس دي يعني عن البلمونري ويبقى دي اوتلت ماسكلر ان دي بريمبرس.
يا ترى الاوتبوت ماسكلر ايه علاقتها بالكوندكشن؟ كوندكشن بعيد عنها صح؟ من الممبرن سيستم هنا. فانا توتال سيف وانا باخد الغرز بوستيريور انفيريور. انا اكشلي هنا عايز اقرب من الايدج عشان كل ما هبعد من الايدج بقرب ناحيه الممبرن سيستم. مهم نعرف نوع الدي اس دي.